وبني عمومة، اجتمعوا كي تسمعوا وانصتوا وتفقهوا. هلموا إلى أمانة القول وتبينوا مغزاه واستخلصوا معناه. اقبضوا على ذهب الكلم واحفظوه ذمة العاقل في الفهم. أولوا ولا تحرفوا، فصواب التأويل مغنمة وتحريف القول مظلمة. أبوكم، عمكم، أخوكم، خذوا عنهم قولا وصيروه فعلا. أي عزوتي، من ثلاثة ظهور كنا أحفادا لأخوة، ما فت في عضد أخوتهم قول يجرح ولا تحريف يذبح. وها أريدكم بمثل ما كانوا تكونون، للقول حين تسمعون حافظين، وحين يتبدى لكم بيانا كونوا لأمانته صائنين. تشاوروا كي لا تختلفوا، واختاروا ثلاثة من بينكم ليستودعهم أمانة السر. احفظوا سلامكم وديموا سلامتكم. إلي بمن ترون فيهم سداد الرأي، ممن عليه تتفقون جماعات ثلاث. أما وقد اخترتم من ينوب عنكم فدعوهم ليسر كلا منهم سرا يتأوله ويعمل بما تأول. حسان لبيك، ادن مني واسمع وعي، وانظر ما أنت فاعل فيما تسمع. أبناء عمومتكم يطمعون في رؤوسكم ويطلبون قلوبكم، إن باغتموهم عقدت الراية لكم وعلى شأنكم بين القبائل، فتكون في مقدمة الرجال حكمة وحنكة ودراية. فانظر ما أنت فاعل، شاور معيتك ولك تدبير الأمر، احزم أمرك متوكلا على الله. لن تطلع الشمس إلا ورايتنا ترفرف فوق هامات الرجال. بلغ مسعودا ما بلغت به حسانة، وأنت يا عامر لبيك، أبناء عمتكم يطمعون في رؤوسكم ويطلبون قلوبكم. فليكن، للحق موعد وللقول بيان. وللقول بيان. أبناء عمومتكم يطمعون برؤوسكم ويطلبون قلوبكم.
لبيك وسعديك، والله لنجعلن من السيوف دفوفا يرقص على إيقاعها المحبون ويتعزى بها المبغضون. على رسلك، عيد القول والتمس نور الله في بيانه. ليس ثمة مضمور لا في ظاهر القول ولا في باطنه. إنها الحرب، إنها الحرب، إنها الحرب. من لم يعنى بالمعنى فقد الدليل وأضاع الخليل. لا لا، لن أقبل بهذا الكلام أبدا. يا رجل، أبناء عمومتكم يطمعون في رؤوسكم ويطلبون قلوبكم. بل أبناء عمومتكم يطمعون في قطع رؤوسكم ونزع قلوبكم. للناس فيما يسمعون شؤون وشجون، فتريث ريثما تتثبت. مما وقد ظهرت في القول نوايا القوم، وهل تحوم فوق رؤوسنا طير الحوم؟ لا تذهب حيث حسان ذهب. أولست منا وقد وليناه أمرنا؟ وليناه نعم، ولسنا بعاصمين، وليس بعاصم النفس. حسان واحد منا، وكل منا قد يخطئ مرة ويصيب أخرى. أجبنت ورحت تتخذ من القول تأويلا تبرر به مخاوفك؟ لست جبانا وما كنت يوما، ولكني لا أريد أن أطفئ نور القول بنار الظن. فالظنون جنون تطير بالبصائر وتفسد السرائر. احذر ضياع لب القول بقشور التقول. احذر. الحمد لله الذي هدانا، آمين. بالدين والإسلام اجتبانا، آمين. سبحانه من خالق سبحانا، آمين. بفضله علمنا القرآن، آمين. أيها المعلم. نعم. مسعود يبلغك السلام. وعليه وعليك السلام. يقول لك أبناء عمومتكم يطمعون في رؤوسكم ويطلبون قلوبكم. ماذا؟ رؤوسنا؟ قلوبنا؟ ماذا بك أيها المعلم؟ يطمعون برؤوسنا ويطلبون قلوبنا. نعم، اللهم بلغ. ما بك أيها المعلم؟ اسمعوا، أبناء عمومتكم يطمعون في رؤوسكم ويطلبون قلوبكم. وماذا في رؤوسنا كي يطمع بها؟ الكثير، ومن شر حاسد إلى حسد. ولماذا يطلبون قلوبنا؟ القلوب، وما أدراكم ما القلوب؟ يا لكم من حاقدين، تطمعون برؤوسنا؟ أنتم الطامعون تطلبون قلوبنا؟ بل أنتم أيها المعلم، على ماذا يتخاصمون؟ لا أعلم. لم يعد قولك لك وحدك، تعددت منافذ المسامي لنوافذ القول. لا تحاول فرض معنى على غيرك. كأنك تسجرين نار السر الذي قاله أبي بنار لومك يا أم. الكل يقول والكل يفسر، حتى كلام الله في قرآنه الكريم كل يفسره كما يراه. الكلمات مقاصد، من امتطاها طارت به إلى معناها، ومن جهلها امتطته وسرت به إلى مسراها. من يملك الحق في الحكم على الناس في غير موضع الحكم؟ تتقولون وتحرفون وتتأولون وتفسرون كما تشتهون، تؤولون ما لا تفقهون، وتفترون على الله القول فيما لا تعلمون. ليتني أطلق من صدري هذا الجناح. لا يغرنك الظلام ستراً، فالليل يعقبه صباح.
في غد سوف تستبين بعين العقل ما كان في سر جهلك الدفين. افصح. أبعد فصيح القول افصاح. أبناء عمومتنا يطلبون رؤوسنا ويطمعون في قلوبنا. لا تثلم سيف الحق بصولة الباطل. بصولة الباطل. صولة الباطل. صولة الباطل. السلام عليكم يا أبا جابر. وعليكم السلام. بكم هذا القماش؟ بمئة دينار. ها؟ مئة دينار؟ لماذا؟ ألم يكن بالأمس بنصف دينار؟ كان. ألم تسمع بأن أبناء عمومتكم يطمعون في رؤوسكم ويطلبون قلوبكم؟ بلى سمعت. وماذا في ذلك؟ إنها الحرب. الحرب مع من؟ يبدو أنك لم تقرأ ما بين السطور. ما بين السطور؟ القول سهم في كنانة اللسان، فاحسن رميته لئلا يرتد إلى نحرك. فالسهام وجهان، واعلم أن الأسماع تمتطي المعاني، وأن العقول للكلم مطايا البيان. أبناء عمومتكم يطمعون في رؤوسكم ويطلبون قلوبكم. أبناء عمومتكم يطمعون في رؤوسكم ويطلبون قلوبكم. أبناء عمومتكم يطمعون في رؤوسكم احذروا تحريف الحرب. احذروا تحريف الحرب. احذروا تحريف الحرب. احذروا تحريف الحرب. احذروا تحريف الحرف كي لا يختل للكلمة ميزان. القول بحر فاركبوه، ففي قاعه اللآل والتي تبغون، وفيه أيضا ما لا تشتهون. ويحك أيها الشاعر، تلك نصيحتك أخشى عليهم منها هذا الشتات الذي أرى. إنهم يفسرون كما يشتهون. كثرت المنابر وشحت البصائر. أطفئ النار التي أوقدت، فلظاها يوجع عبوتي. كن صبورا، كن صبورا، وارقب ما يفعلون. ما أشد حاجتهم لهذا الدرس كي يتعلموا. من تعني؟ من يعتم بعلمة الحق على رأس الباطل. على وقف هذا الزحف من يقدر؟ هل تقدر؟ كيف أقدر؟ كيف أقدر وقد غدت المنابر أكثر من موت المقابر؟ إن الفتنة قبل وقوعها، فمن أضاع نور الله في الحرف مده الشيطان بنار التحريف. احذروا تحريف الحرف. احذروا تحريف الحرف. لا تنحرفوا بالحرف بالتحريف. اتقوا نار التحريف بنور الحرف. اتقوا نار التحريف بنور الحرف. ولا تبدي حركة. سيوفنا أقرب إلى عنقك من يدك إلى سيفك. ارفع يدك. من أنتم؟ أقطاع طريق أم قطاع لسبيل المعروف؟ ناكر المعروف لا يذكره. أفصح، من أيقظ شيطان خيانتك
وقد كان متدثرا بسحنة وفائك. أشيطان يظاهرون بالرحمن؟ كأن الأرحام تبرق في أصواتكم. ألستم أبناء عم؟ أبناء العم الذين تطلب رؤوسهم وتطمع في قلوبهم. بلى ذاك. أما وقد اعترفت فالسيف أولى برأسك. لا تحمل القول ما لا يحتمل. خذوا سيفي لتأمنوا ودعوا لي رأسي لتتبينوا. فالقول حمال أوجه. قل ولا تفرط في القول. بينك والقبر سرك حتى تهتك. واشعلوا للحرب نارا. لن أشهر للحرب سيفا ولن أعتلي لها جوادا وأصول بها صولة الجاهل فأندم. وتجلس جلوس العاجز وتقدم رقبتك ورقاب أهلك قربانا. لما والشر أدنى لقدميك من تراب عليك؟ قم واشهر سيفك وجادلني بدم حجتك. هيا توقف. هيا توقف. أصدق من وأكذب من؟ أتبع من وأهجر من؟ اتبع نور القول، أحسن الظن بالقائل، ترى نور قوله دليلا لحسن طويته. اسمع القول بقلبك يدلك على مكمن الشر الذي لا يخطئه عقل عاقل. أعيد علي القول ولننظر مجتمعين في تفسيره. أبناء عمومتكم يطلبون رؤوسكم ويطمعون في قلوبكم. كلا. ماذا إذن؟ أبناء عمومتكم يطلبون جز رؤوسكم ويطمعون في أكل قلوبكم. كلا. لا تحرف، فالتحريف تجديف. أصمت وإلا قرت برأسك. توقف توقف. انظر، كل يتلقف الكلام وفق ما يفهم ويحاول أن يقنع فيما يصف. هكذا حتى التاريخ، ثمة من يضيف أو يحرف أحداثه فيتمادى في انتهاكه ليغير في المعنى مجراه. لم تعد حصرا على العلماء المنابر، ولم تعد للقول أمانة على القائل. زيفوا الصدق حتى ما عاد للنجاة معابر. يموت الصدق حين تموت الضمائر، فيضيع الحق ويغدو الصدق مجرد ضيف عابر. إلى ما ظل محتسبا وصابر؟ أوقف هذه المهازل. ليس قبل أن ترى مهزلة العقل حين يكون على جناح طائر. أخذ فارس مبادر.
حفظنا العهد وما حفظوا، أبناء عمومة بنا غدروا، علينا سيوفهم غيلة أشهروا، فباغتوهم قبل أن يبتدروا. علينا النجوم فلتشهد، إنا إن تعد لعد، إن اشتدت خطوبها وتشتد من فجاج الأرض لشمسها نصعد. بحرب الحق امضوا، باغتوهم ولن ترتفع لهم راية، فليس للباطل في النصر آية. اغمدوا السيوف ولا تركبوا العار، اغمدوا السيوف ولا تركبوا العار، ارجعوا الى هدى العدل، انظر وجه اخيك يرتد وجهك اليه، كونوا مطايا الحق في البيان، وجوه الاخوة مرايا الرحم، فصلوها ولا تقطعوها، ولا تكونوا مطايا الجهل ومحنة الانسان، صفوا السيوف عن الدم الحرام، واحذروا خطيئة النقل، اغمدوا السيوف ولا تركبوا العار. أغمدوا سيوفكم، أغمدوا سيوفكم ولا تلبسوها عار الدم بين الأخوة، أغمدوها ولا تلبسوها عار الدم بين الأخوة، فسيوف جند الحق ولا تصلح عنوانا للظلم. لاذ سر أبيكم بصدوركم قولا فخنتموه معنا. أتريد استدراجنا كي تغدر يا عامل؟ حدد من فينا غايتك وكن فارسا كما عهدناك، فالفرسان لا تتخذ من الغدر شيما. ما بالكم إذن اتخذتم القول حجة للباطل وأنتم تعرفون الحق في ود تربيتم عليه إخوة وأبناء عمومة؟ دعهم يا عامر وليفسحوا عما فهموه مما تلقوه. أنا لا أكذب قولا يقوله أبي ولا أنا، فقد أسرني سرا أن كلا منكما يطلب رؤوسنا ويطمع في قلوبنا، وهذا ما قاله لي أيضا، والقول معناه أنكم تريدون رؤوسنا على أسنة رماحكم. أهكذا فهمتما وكدتما تفتكان بأرحامكما إذا؟ ليس هذا ما ذهب إليه أبي، جئتكم بالهدايا، وتلك لعمري تدني النائي، حتى يبدو قريبا فأقرب، وهذا للقلب لين ولطف به يرغب، وأضع رأسي بين أيديكم لتأنسوا بمشورته ويأنس بمشورتكم، وهذا مبلغ قوله وسر تأويله في العقل الذي يريك اليسير بعد إذ تظنه عسيرا. القول واحد والتأويل متعدد، المتأول ظلما يرتدي جلباب الظالم. أظنكم قد بلغتم مبلغ العلم من الرسالة، فكم من الأقوال حملناها محمل الجاحد الظالم، فظلمنا بها أنفسنا وصديقا ظل لغيظه كاظما. فلا تتعجلوا القول قبل أن تتبينوه، ولا تحملوه ما لم تفقهوه، فمن كان لا يعلم سأل عالما فتعلم. فالقول ذمة موقوفة على البيان، من الإنسان إلى الإنسان حتى يلقى ربه الواحد الرحمن. كنتم تهكرون صفو مياهكم حين عصفت بالمقولة أهواؤكم، صلة الأرحام تجري مجرى الدم في الجسد، والدم إن فسد فسد سائر الجسد، فلا تفسدوا ما لا يصلح بعد فساد. أطفئوا نار الغل في السرائر، وأوقدوا قناديل النور في البصائر.